الاجتماعي في المكنسي بعد العصيان المدني وبعد التشبيك اللي صار بين ثلاث حركات اجتماعية واللي كنا ننتظر أن الحكومة بستجيب، لكن على خلاف ذلك نشوف وين المنطقة المكنسي تتعاقب. معناها كانت الناس كل شاهدة على رقي الاحتجاجات ومدنيتها وكذلك على وضوح رؤيتها وضوح تصورها للحلول الممكنة لمنطقة المكنسي في علاقة سواء بالملف الاجتماعي أو بملف التنمية ككل. العرب يتمثل في تشغيل من فاقت أعمارهم 40 سنة انتداب مباشر في الوظيفة العمومية، وبقية المعتصمين في 5 سنوات يتم انتدابهم، لكن بعد فوات 15 يوم 20 يوم لقينا هذه العروض وهمية كالعادة، ما عندها حتى أساس، أو أن الحكومة حبت تريضنا في الفترة هذيك، حبت تلهينا، حبت معناتها تسكتنا، فهمتني؟ ما ثم حد شيء، تبعنا من لقينا كلمة مماطلة والتسويف برا الفلان وبرا السي فلان وبرا كذا. من خفيقة أن عدم انعدام كامل بين شباب المكنسي وبين الحكومة وبين حتى وصل الأمر حتى المجتمع المدني، ما عادش الناس عندها ثقة في حد شيء، بل وأنه اليأس يدفعها إلى الذهاب في نقطة العودة، واللي كنا ديما نعبه منه وقلنا راهي عباد عام التعسير المدني أرقى مراحل وآخر مراحل الاحتجاج المدني استنوا منها بعد ما راهو شباب مكنسي في أي لحظة تشوفوا الهدوء هذا، لكن في أي لحظة نجم تصير كارثة. الكارثة هذه نجم تصورها شني؟ هل أن الناس باش ترجع لأرواحها؟ هل أن الناس باش ترتكب حاجة تخل بالأمن العام، سواء الأمن العام والسلم الاجتماعي للمدينة ولا حتى على أرواحها؟ ناس تنتحر، ناس تموت، ما نجمش تصور شنو هي الرياكسيون باش يعملها الشباب يأس. بقى ردة الفعل مجموعة على تران وتوقيف تران هو مش توقيفه حزو، هما لأنه الدولة التفت على ما قدمته من اتفاقية، يعني قدموا أنفسهم كدروع بشرية ينجموا يخرجوا في لحظة تران، أما كلك احنا باش ننتحروا نرموا أنفسنا قدام تران، لأن الحكومة هذه لا تعير معتبرتنا من صنف 20، يمكن نحن مواطنين من صنف 20. المكنسي وبوزيان والقصرين ما فيهاش سبالة نجم تسكرها، ما ثمش فانا كيما فانة الكامور وما ثمش فانا كيما فانة قرقنا تخلخل بها الاقتصاد تلز أن تجيبها، نحن ما عناش. شنو عنا؟ عنا الطريق وعنا السك، على الأقل نحن السك نقولوا فوسفات ما يمشيش يتباع وهو الانتاج العائدات نتاعو مش تتمس المناطق الداخليه، ما ثمش انعكاس منذ سنوات بل تصحر المناطق الداخليه، وهذه كان معمول بها من قبل. يتبدل تو اللوجيك الخاطر ثم شركات فساد، مش العايب في الحركات الاجتماعيه بل العايب من افسح المجال. تران هذا هاو الترفي تو ما ثمش لا حراك لا ثم المعتصمين لا ثم، يعني هي كانت رد فعل انه دروع بشهرين، لكن تو هاو ترى عنده شهرين لكن ما ثمش عباد ينجموا يخرجوا. هذه الحكومة في حد ذاتها مساهمة في أنها تشارك لتوريط يعني المعتصمين وجرهم وتجريمهم في نطاق النورمال مو تراكف هكا عنده شهرين أكثر تو ثماش معتصم ثم حتى معتصم. راهنوا على رمضان وراهنوا على الصيف أن باش نسكتوا، لكن أنها مجرد أيامات معدودة، لربما شهر رمضان بالحق شادني شوي، أما رو أنا بالنسبة لنا قادر من الجمعة الجاية أني باش نتحرك وأني عندي برنامج عمل لربما سيكون أكثر معناتها حدة على هذه الحكومة. لأنه أنا ما يعنيش فيك يا سلطة تبيع الفوسفات ولا ما تبيعوش، ما يعنيش فيك تبيع البترول وما تبيعوش، ما يعنيش فيك الوتلة تخدم ولا ما تخدمش. علاش؟ الخاطر الفلوس والقيمة المضافة اللي قاعد جاية، أنا كمهمش مش شايف منها حتى شيء. احنا قبل كنا خايفين على تونس وهزين الخيمة هذه وهزين العمود وصابرين 6 سنين صابرين، هاو حتى يكمل الانتقال الديمقراطي تو بعد حوار سياسي تو جي حوار اجتماعي تو تولهولنا تولهولنا ما ثم حتى شيء. كان جينا نحن مواطنين مع عائلتنا مش تجلس معنا وبعد تلتف على كل الاتفاقيات اللي خدمتها، وكان شاهد هو الاتحاد المكتب التنفيذي تاع الاتحاد العام التونسي للشغل المتمثل في الأمين العام موسى شبو علي مبارك. الاتحاد العام التونسي للشغل بخاطر ممثل في المكتب المحلي وسواء المكتب الجهوي كان منذ اللحظات الأولى لاعتصام هرمنا هو داعم للحركة.
منذ بدايته. أمانا شنو اللي نقوله هنا؟ ماهوش كلامي هذا موجه لأنه الاتحاد اتخذ، لا، علاش يتم تحويل الملف من يدير الاتحاد للولي؟ علاش نرجع بالتوالي؟ علاش المبادرة وقت تقدمت عن طريق الاتحاد فجأة نلاقوا السيد الولي هو اللي يحكي عليها سيد الوزير؟ علاش؟ إذا كان أنت كحكومة، أنا أحيانا نشعر أنه وقت ندخل جلسة لأخرجك من مأزق هو طرح نفسه كوسيط باش يخرج الوضع من مأزق. أحيانا أصبح الاتحاد يتحط في صورة ماهيش هي بتاعه، ماهيش هذيك اللي نواها، أصبح توق نجاة للدولة ماهوش توق نجاة للحركة الاجتماعية. ولينا نحن نصبر على الدولة، نصبر خلي عدول أسناء، خلي عدول أسناء، معناتها وين نجبر واحنا منسيين. وبل بالعكس مازال يطلب فيك أنه دفعت الضريبة قبل وتزيد تدفعها أنت تو. قلنا راه جا الوقت الأخير غيرنا باش يدفع. جاء وقت استثمار فيما ما سموش انت تسمي فيه فسادنا، ما سميش فساد. واجب عليك رجل الاعمال اللي ربح في جره تونس قداش سنة انه يمشي يستثمر في مناطق اخرى، مناطق الداخليه. اي والناس اللي حاجات حرجته شنو باش تاكل؟ شنو تقول لي انت باش تحسن الاقتصاد وانا ما عنديش ما يعيشني شهر قدام؟ انت تعيش وتاكل وعندك وتحب الاقتصاد هذا تبنيه. اي نهار ما عايشني خايف عليه ونفادو كونت لنهار الفقر على السقف على الجميع. نحن طلبنا بالديمقراطية وطلبنا بالعدالة الاجتماعية والعدالة التنموية، تو تقدمت المعادلة نطالبوا بالعدالة في الجوع والفقر.